ومن جنيف ينضم إلينا مراسل الغد يمان شواف. إذن يمان، مباحثات اليوم، ما الذي سيتم العمل عليه بالتحديد اليوم؟ نعم، صباح اليوم بدأت الجلسات باستكمال الفيديو التفاعلي والتعريفي بالمرشحين للمجلس الرئاسي. وحسب بيان الأمم المتحدة فإن هذه الجلسات سوف تستمر، الجلسات التفاعلية، حتى الانتهاء من المرشحين التعريف بأنفسهم من خلال الفيديو التفاعلي. بعد ذلك سيبدأ العمل على التصويت لاختيار المرشحون للمجلس الرئاسي، والذي سيتكون من 3 شخصيات. هذه العملية من المقرر أن تبدأ بعد الانتهاء من الفيديو التفاعلي الذي يعرض في هذه الأثناء لبقية المرشحين. وهذا الأمر بطبيعة الحال بدأ منذ صباح الأمس واستمر حتى وقت متأخر. هؤلاء المرشحون الذين يقومون بالتعريف على أنفسهم من خلال فيديو تبثه الأمم المتحدة، يقوم المرشح بالتعريف على نفسه ومن ثم الإجابة على أسئلة توجه له من أعضاء ملتقى الحوار الليبي، وكذلك أسئلة توجه من الشارع الليبي. بعد ذلك اليوم سيتم انتخاب المجلس الرئاسي كما أعلنت، عندما يتم الانتهاء من كل الرسائل المسجلة أو المباشرة للمرشحين للمجلس الرئاسي الذي كما قلت سيتكون من 3 أعضاء. اليوم هو اليوم الثاني لهذه المحادثات التي ستستمر حتى 5 من هذا الشهر لاختيار السلطة التنفيذية في ليبيا. علمت من بعض المصادر أن الاجتماعات لا تجري داخل مبنى الأمم المتحدة هنا خلفي، إنما في مقر اختارته اللجنة المنظمة بعيدا عن وسائل الإعلام. لذلك نحن نتابع من خلال الفيديو كول هذه الاجتماعات ونتواصل مع بعض الأعضاء داخل الاجتماعات الذين أكدوا أنهم استمروا لساعات حتى مساء أمس في هذا الملتقى، واليوم يأمل أن تسفر هذه الاجتماعات عن نجاح الانتخابات في اختيار المجلس الرئاسي، ومن ثم لمتابعة هذه الاجتماعات لاختيار السلطة التنفيذية سواء لمجلس الوزراء أو التي ستقود ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية حتى انتخابات العامة في ديسمبر المقبل. نعم، يمان شواف مراسل الغد، شكرا جزيلا لك من جنيف.